أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في مادة الفقه الشفعي، ونحن نقرأ الآن كتاب جديد. هذا الكتاب لا نريده كامل، فنحن إذا قرأنا ننتهي منه يوم القيامة عصرا أو ظهرا. يعني هو مقدمة كتاب المجموع لمولانا الإمام النووي. كلمة مجموع لأنه جمع علمه فيه، أدي رأيي، جمع آراء المذاهب فيه، أدي رأيي، جمع تفسير الآيات وشرح الأحاديث وشرح المفردات، وأضاف أدلة وأضاف أقوال، جمعها في هذا الكتاب زيادة على الأصل. إيه الأصل؟ الأصل أنه يشرح كتاب المهذب لمولانا مين؟ الشيرازي. أدي معنى كلمة مجموع. وهو قد يأتي ليس بمذهب الإمام الشافعي، يأتي بمذهب الإمام الشافعي، وقد يأتي في مسألة ب16 قول. مجموع، هذا المجموع الذي ألفه مولانا الإمام الشافعي، مولانا الإمام النووي. مولانا الإمام النووي كتب صحيح، شرح صحيح مسلم، أدي واحد. اطلع شوية، حاشية على التنبيه، تصحيح التنبيه. اطلع شوية، اختصر العزيز في كتاب الروضة. اطلع شوية، اختصر المحرر في المنهاج. اطلع شوية، شرح المهذب في كتاب المجموع. اطلع شوية، ألف كتابا وصل إلى صلاة الإيه؟ المسافر، اسمه التحقيق. فإذا تعارض الكتاب رقم 4 مع الكتاب رقم 2، نحن نمشي ورا مين؟ ورا 2. فالكتاب المتأخر دليل على وضوح الرؤية عند المؤلف. فأنا قلت امبارح حرام، جيت النهاردة في نفس المسألة أقول حلال. إيه معنى الكلام؟ معنى حلال النهاردة أنني نسخت كلامي امبارح لظهور الأدلة لخطأ لاجتهاد جديد. وانت ماشي، أدي ترتيب كتب الإمام النووي. أول حاجة فوق التحقيق، فانزل شوية المجموع، انزل شوية المنهاج، انزل شوية الروضة، انزل شوية تصحيح التنبيه، انزل شوية شرح صحيح مسلم. فإذا خالف ما في صحيح مسلم المنهاج، أمشي ورا مين؟ فإذا خالف المنهاج المجموع، أمشي ورا مين؟ فإذا خالف المجموع التحقيق، أمشي ورا مين؟ لكن القضية ليست في المجموع وليست في التحقيق، القضية وصل إلى فين؟ مسلم يشرحه كله، تصحيح التنبيه كله، الروضة أكبر موسوعة في الفقه كتبها مولانا النووي، 10 مجلدات أو 12 مجلد، كبيرة. المنهاج يا سلام، كبير ومختصر كامل. المجموع كتب إلى باب الربا، وما زاد على باب الربا لا يدخل في السلسلة التي ذكرت الآن. التحقيق وصل إلى صلاة المسافر، لا يدخل أيضا كما ذكرت الآن. فمثلا أكمل المجموع، فإذا خالف ما في المجموع في فصل الرهن كلام الروضة، أمشي ورا مين؟ الروضة، لأن الرهن في المجموع ليس من كلام النووي، كلام السبكي. فإذا خالف الحدود في المجموع كلام مين يا مولانا؟ كلام المنهاج، أمشي ورا مين؟ لأن الحدود في المجموع لمولانا المطيعي ليس لمولانا مين؟ النووي. ده بقى يعني اعرفه يا مولانا، اعرفه عشان ربنا يرضى عليك وتعرف ترتيب الكتب، وده الهدف من قراءة هذه المقدمة. قلت لحضراتكم وأكرر، هذا الكتاب عبارة عن شرح. ايه المتن؟ المتن كتاب اسمه المهذب. مهذب يعني المرتب، المنمق، المصوب، الجامع، المختصر. مين عمله؟ عمله اعلم علماء زمانه، مولانا مين؟ ابو اسحاق الشيرازي. مات سنه كم؟ 400
478 478. فين شيراز؟ شيراز في إيران، لكن هو كان أهل سنة في ذلك الزمن. كان أهل سنة فين؟ في ذلك الزمن. خمس كتب قام عليها المذهب الشافعي، مين يعرف؟ واحد، مختصر الأم للمزني، أولى يوسف. اثنين، الوجيز للغزالي. أولى ها؟ العزيز. ها؟ المهذب. التنبيه. الشيرازي له اثنين. الشيرازي له اثنين، المهذب والتنبيه، له كتابين من الخمسة اللي قامت عليهم ايه معظمهم. جي مولانا، جي مولانا مين؟ صاحب المصباح المنير. مين؟ فيومي. فيومي يعمل مفردات. جي مولانا مين؟ ابن منصور. يعمل كتاب ايه مولانا؟ ها؟ المزهر. المزهر مصطلحات، مصطلحات. كتاب المهذب كتاب رائع جدا ولا يحتاج إلى شرح، كتاب راقي في الأسلوب، سهل جدا. لكن مولانا النووي بيقول كلام رائع قوي، بيقول أنا أشرح آيات الأحكام، أنا أشرح الأحاديث، أنا أشرح الأدلة، أنا أبين الكتب. هو يتواضع لأن الأم ده موسوعة ضخمة، المجموع موسوعة ضخمة كبيرة، شافعي وغير شافعي. لكن طبعا أهل الله دائما في حالة من حالات الإيه؟ تواضع. مولانا لماذا نقرأ هذه المقدمة؟ حتى نتعرف، فقراءة المقدمات من المهمات، نتعرف على أعظم موسوعة في مذهبنا، نتعرف على أعظم محقق في مذهب الإمام الشافعي، نتعرف على كتب أهل الله التي دار عليها العلم خاصة في مذهب مولانا الإمام إليها الشافعي. المؤلف مولانا الإمام النووي شرف الدين النووي اتولد في نوى، يريد تحفظ، 601 واحد بلد سيدنا عباس وسيدنا يونس. 601 أنا أكرر، 601 فين؟ في نوى، نوى في سوريا. انتقل سنة، نوى دي في العراق. اتولد فين؟ نوى غرناطة. اتولد فين النووي؟ ها؟ نوى، نوى فين؟ في سوريا. عندهم نوى كمان؟ طيب الثانية اسمها نينوى. نينوى. مولانا يونس كان في بلد اسمها ايه؟ نينوى. نينوى. سيدنا عباس مش قال له أنا من نوى، قال له نينوى، من بلد اسمها نينوى. مولانا النووي، نووي وسكن دمشق، وقلت لحضراتكم من سكن في دار، من سكن في مكان 4 سنوات نسب إليهم، فهمتوها؟ وقبره في نوى أيضا، وقبره فين؟ والنسبة إليه نووي ونواوي، لما تقروا كده في السلة يقول لك وابن الصلاح والنواوي حرما في المنطق، ها؟ بدل السلم لابن الأخضر، وابن الصلاح والنواوي إيه حرما. مين النواوي؟ النووي، لكن النسبة إليه نووي وإيه ونواوي، لده صحيح وده صحيح. مولانا الإمام النووي هو رائد مدرسة، ناظر مدرسة الأشرفية، وهي أعلى مدرسة في دمشق للحديث. له كتب كثيرة كتب الله لكتبه البركة، وسنقرأ في الوسط. لكن هو في هذا الكتاب أظهر الله سبحانه وتعالى نعمته عليه، وهيبان في المقدمة، وأجمل ما في الكتاب المقدمة. ولذلك نحن إذا قرأنا المقدمة نحن كأننا قرأنا الكتاب. يلا يا ابني، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، رجاء التركيز كده فيما نقرأ، والنظر في كتب العلم عبادة. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله الباري الجواد الذي جل سميعه عن الإحصاء بالأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد. قلت لحضراتكم ونكرر أن هذه المقدمة غالبا مولانا الإمام النووي يفتتح بها معظم الكتب. جواد يعني كريم وسيكرمه،
الإرشاد أي الذي أرشده إلى طريق الصواب والحق. مولانا الإمام النووي كان يختار هذه الألفاظ وكان يكررها لما فيها من بركة وفتح. الله يفتح، لكن عليك أن تأخذ بأسباب الفتح. الله يفتح. وقالوا من أشد السور التي تجعلك مرزوق بالفتح أن تقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك إيها فتحا مبينا. استغفر الله ولا إله إلا الله والصلاة على رسول الله من أسباب الفتح في الكتابة، من أسباب الفتح في الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم من أسباب الفتح في القراءة، من أسباب الفتح في القراءة. من أسباب الفتح في القلب استغفر الله ولا إله إلا الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الفتح في العمل قراءة الفاتحة. من أسباب الفتح في المال أن تقرأ الواقعة. من أسباب الفتح في الحياة عموما تبسمك في وجه أخيك صدقة. من أسباب الفتح في الجنة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الفتح في القضاء على الخصومات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. من أسباب الفتح في القوة صلاة العصر، صلاة الإيه العصر. يلا يا ابني. الموفق بكرمه لطرق السلام آمان بالتفقه بالدين على من رق به من العباد. ولذلك العلم منحة من الله، والعلم اصطفاء من الله، أديمان يمن علينا، فسبحانه وتعالى يمن على عباده بالفتح. لكن قلت وأكرر، لا يوجد إنسان ليس عنده فتح، فالفتح من الله على كل إنسان، لكن العاقل هو الذي يتتبع أسباب الفتح ويحاول أن يرى الفتح فيه حتى يقول دائما الحمد لله. لئن شكرتم، خلي بالك خلي بالك. نعم. الذي كرم هذه الأمة زاده الله شرفا بالاعتناء بتنبيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد أمة من الأمم حفظ الله كلام نبيها كما حفظ الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الطبراني. الطبراني ده حاجة حلوة أوي، 25,000 حديث المعجم الكبير، 10 المعجم الأوسط، 2 المعجم لها الصغير، وكان لا يأتي إلا إذا تفرد الشيخ بهذا الحديث. يعني هو لا يجمع أي حديث، يجمع الحديث الذي تفرد بروايته هذا الشيخ فقط ثم يضعه. مسند أحمد 60,000 حديث، كتير كتير. عبد الرزاق كتير أوي، الزوائد للهيثمي كتير أوي. الجامع الصغير للسيوطي 10,000 حديث لوحده، 10,000 حديث لوحده. موطأ مالك، الإمام أبو حنيفة يعني ليس له مسند واحد، أبو حنيفة له 11 مسند، 11 مسند ده لأبو حنيفة. فهمت يا مولانا؟ روايات كثيرة. هذا إن دل فإنما يدل على منحة الله لهذه الأمة أن حفظ كلام نبيها يا مولانا صدرا وكتابة. ليه صدرا وكتابة؟ حتى تبقى هذه الأمة على نور نبيها. ومن هنا نحن لا نريد أن يرسل المولى تبارك وتعالى لنا بالرسول، إحنا عندنا شغل الرسول وعندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى كلام من جديد. إذ ظنه على تكرر العصور والآباء ونصب كذلك شهادة من الحفاظ النقاط. النصب يعني أقام. أنا قلت لحضرتك ربنا اصطفى عقول تحفظ، عقول تحفظ وقلوب تعي. اصطفى أناس تركوا الدنيا وما فيها من أجل خدمة الدين، علشان كده الله أبقاهم. قالوا للإمام مالك كثرت الموطئات، أي موطئ يبقى؟ قال أتقاها. قال يا مولانا؟ قال أتقاها يا مولانا، أتقاها يبقى. سبحان الله. وجعلهم دائبين في إيضاح ذلك في جميع الأزمان. كلمة دأب يعني هو الله سبحانه وتعالى سخر له، يقول لك فلان دأبه يفعل كذا، عادته يفعل كذا، تعود أن يفعل كذا، دأب على كذا، استمر في فعل كذا. خلاص يا مولانا،
فالله سبحانه وتعالى سخر علماء لهذا الشأن. هؤلاء العلماء الذين الله سخرهم للسنة وحماية السنة وكتابة السنة وحفظ السنة، هو يفعل هذا وهو مطمئن وهو فرحان، لا هو غضبان ولا هو زعلان. ربنا سخره، ربنا هيئه، ربنا جعله يتمتع بهذا العلم. علشان كده رب حامل ايه؟ فقه الى من هو افقه منه. رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فاداها كما ايه؟ يا مولانا انا ممكن اقول لك معلومه، المعلومه دي انا فاهمها قد كده اهو، انت تاخدها تشتغل عليها قد كده اهو. فرب حامل فقه لمن هو افقه ايه؟ وكم من تلميذ فاق استاذه، كتير قوي، بس من جد وجد ومن زرع حصد. قول يا ابني. بالغين وسعهم مستغرقين جهدهم في ذلك في جماعات وآحاد. آحاد يعني يكتب، جماعات يروي، جماعات في مجالس العلم. يا مولانا شوف البخاري كتبه في كم سنة يا مولانا؟ كتبه في 17 سنة. كان إذا كتب بابا يغتسل، وإذا كتب حديثا يتوضأ ويصلي ركعتين. ده استغرق مية، خد له نهرين ثلاثة على بال ما خلص. كان إذا كتب بابا واحدا يغتسل. اغتسل ليه؟ فرحان، فرحان لأنه سيبدأ في باب جديد. وإذا أراد أن يكتب حديثا واحد يتوضأ ويصلي ركعتين ويكتب الحديث. كم سنة كتب؟ 17. جه مولانا ابن حجر العسقلاني، مات سنة كام؟ 852. عمل يشرح المقدمة من 805 إلى 813. كم سنة؟ كم؟ 8. دي المقدمة اللي هو هدي الساري. ثم يأتي ابن حجر من سنة 813 إلى سنة 843 يعمل الشرح. شوف عمل الشرح من كم سنة مولانا؟ 813 لحد كم؟ لحد 843. يعني كله على بعضه من 805 إلى 843 بيشرح مين يا مولانا؟ ولذلك قالوا ليس بعد الفتح فتح، ليس بعد فتح ربك على مولانا ابن حجر العسقلاني فتح. ده أكبر موسوعة مولانا، أكبر شرح مولانا، ما ترك شيء. أي نعم، واضع عليه في الشرح أنه شرح حديثي. المرء يجود بما يا مولانا بما يحسن. فمولانا ابن حجر ده عالم كبير في كل حاجة، لكن هو أكتر حاجة بارز فيها يا مولانا الحديث. فكان ظاهر أنه يشرحه هي حديث. البدر العيني كان فقيه حنفي، فظاهر ظاهر ظاهر في عمدة القارئ أنه يا مولانا حنفي. مولانا زكريا الأنصاري له برضه فتح فتح المبدئ، 7 مجلدات. مولانا زكريا الأنصاري دائما يختصر، فهو يكتب باختصار، ظاهر في الاختصار. فهمتها يا مولانا؟ كل واحد أظهر الله كرامته وهو يشرح يا مولانا، يشرح البخاري. أكبر موسوعة خدمت على وجه الأرض البخاري، أجود مطبعة طبعة البخاري المنيا، أجود مطبعة طبعة الإيه البخاري. قول يا ابني. مستمرين على ذلك، متابعين في الجهد والاجتهاد. أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأزكاه وأشمله. اديني مثال لأكمل الحمد وأشمل الحمد وأبلغ الحمد. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. الحمد لله رب العالمين، بس خلاص. دي من الصيغ الجامدة أوي، بس أنت قلها. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حاضر. الواحد القهار الكريم الغفار. ما معنى القهار؟ القوي الذي لا يغلب. الغفار كثير غفران الذنوب، فيغفر الذنوب جميعا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، المقدمة لازم فيها الشهادتين، وما دام الشهادتين يبقى لابد أن أقول أشهد، ولا بد من الترتيب. فآتي بأشهد أن لا إله إلا الله أولا، ثم أشهد أن محمد رسول الله ثانيا. لازم كده مولانا عشان الدنيا تبقى حلوة.
قول يا سيدي. وحبيبه وخليله المصطفى بتعميم دعوته ورسالته. شفت، اختاره أن يكون نبي هذه الأمة، اختاره أن يكون هو الخاتم، الخاتم، اختاره أن يكون هو المقفى، اختاره أن يكون رسول أفضل أمة وأفضل لغة وأفضل كتاب، ولن يخلد من أمته صلى الله عليه وسلم، هيا مولانا، في النار أحد، كل سيخرج إما بالشفاعة العظمى، إما في الشفاعات، باقي الشفاعات، لكن إن الله يستحي أن يحرق بالنار قلبا فيه حب لرسول الله. فهمت؟ أحب من أحب حبيبي وأبغض من أبغض حبيبي، وكل الأعمال بين الرد والقبول إلا صلاة على الرسول فليس لها إلا القبول. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله.